هل عادي. تحبي تصنفي كأديبة نسوية أستاذة نوال؟ لا انا لا. ما بحبش خالص التسميه دي خالص. انا ضدها تماما لانها ضد المراه. ايوه الناس فاكره ان دي مع المراه. انا شخصيا اعتقد ان تصنيف الادب نسوي ورجالي او في حاجه انت بتسمعي حاجه اسمها ادب رجالي. لا اشمعنى بقى عايزين يعملوا ادب نسائي؟ ايوه لا الادب هو الادب. أيوه. ادب تكتبه المراه. أيوه. وادب يكتبه الرجل. صحيح. والادب الواحد يعني مراه او رجل هو تعبير انساني ويعني تجسيد لمشاعر انسانيه والافكار الانسانيه مختلفه في قالب ادبي. فانا ضد خالص حكايه التصنيف. سعيده بلقائك، فخوره باعمال حضرتك الانسانيه جدا، واتمنى انه ربنا يدينا زي كتير. شكرا. يهتموا بالاطفال السجينات ويهتموا بالغريمات ويهتموا بمشاكل الاسر المصريه.